يعني حتى الآن صلاح نتحدث عن مخرجات إيجابية من تلك الاجتماعات والجولة الثانية، وحتى الآن في اليوم الخامس من تلك الاجتماعات التي تعقد بشأن المسار الدستوري الليبي بين أعضاء مجلسي النواب والدولة الليبيين، هذه الاجتماعات حتى الآن تتحدث عن توافق بشأن العديد من المواد التي يمكن بناء قاعدة دستورية لإقامة الانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا. هناك حديث من جانب ستيفاني ويليامز التي التقت عدد من أعضاء الحوار الوطني الليبي الموجودين هنا في القاهرة، وأكدت لهم استمرار سعي الأمم المتحدة للتوصل إلى توافق بشأن تلك النقاط الخلافية، وفي هذا إشارة واضحة لأن العمل يجري الآن على يعني نبذ المواد الخلافية الموجودة في مسودة الدستور القديمة، وبالتالي إقامة الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفقا لتلك المواد مع التعديلات الخاصة بشكل رئيسي حول المواد الخاصة بشروط الترشح للرئاسة والمادة 12. حتى هذه اللحظة الأعضاء من المشاركين من أعضاء مجلسي النواب والدولة الليبيين يشيرون إلى العديد من التوافق والنقاط التوافقية التي يتم العمل عليها، وأيضا يتم الرجوع أولا بأول من جانب أعضاء تلك اللجنة إلى رأسي الجانبين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة الليبي فيما يتعلق بالنقاط التي يتم التوافق عليها والنقاط أيضا الخلافية الموجودة في مسودة الدستور حتى يتم التوافق عليها. هناك حديث اليوم من داخل تلك الاجتماعات ربما بأنه قد تختتم تلك الجولة للعودة مرة أخرى إلى الأراضي الليبية تمهيدا لجولة جديدة فيما يتعلق بمسودة الدستور والقاعدة الدستورية. هناك أيضا اتجاه داخل تلك الاجتماعات بأنه على نعم